أوكي شباب، الآن بعد ما تكلمنا عن موضوع الجوينت والتايب اوف جوينتس، خلينا نتكلم عن إشي كثير مهم بموضوع الجوينتس، وخاصة أنه أنتوا قطعتوا تقريبا معظم مادة الرينج اوف موشن. الآن كيف بنحافظ على مفاصلنا؟ المفاصل تحديدا، بتعرفوا أنه مشاكل المفاصل عديدة، في كثير ناس في مجتمعاتنا وحتى المجتمعات الغربية بيشكوا من مفاصلهم. ممكن ناس كثير بتعاني من روماتويد أرثرايتس، التهاب المفاصل المزمن، وفي ناس بتعاني من أوستيو أرثرايتس، التهاب المفاصل والعظم. تمام؟ إذا في ناس بتعاني من روماتويد أرثرايتس، في ناس كثير بتعاني من أوستيو أرثرايتس، التهاب المفاصل والعظم وتآكل المفاصل وكل هاي الأمور. طبعا أمراض المفاصل عديدة متعددة، ألم المفاصل كثير مزعج للكبار وللصغار، وبالتالي it does worth it إنه إحنا يعني نتعلم على طرق كيف إنه نحمي مفاصلنا. طبعا هاي الأشياء لازم نتعلمها إحنا بالأول وبعدين نعلمها لمرضانا. تمام؟ فكثير حلو إنه كل واحد فيكم بالمستقبل لما يكون في عنده عيادة يكون عنده بروشور عن كيف تحافظ على المفاصل، كيف تحمي مفاصلك، وكل مريض بيجي بيشكي من مفاصله تعطيه هذا البروشور على أساس إنه يعني نوع من أنواع الثقافة وتثقيف المرضى. أوكي؟ بس قبل ما نثقف مرضانا لازم إحنا نثقف ونتعلم أهم المبادئ الأساسية في حماية المفاصل، بسميها Joint Protection Principles. Joint Protection Principles، المبادئ الأساسية في حماية المفاصل. أول شيء، أول قاعدة بتحكي Occupational Therapist use Joint Protection Technique to reduce pain and deformity. أنا ليش بعلم المريض الجوينت بروتكشن تكنيك، مبادئ الحفاظ على المفاصل وحمايتها؟ عشان اخفف الالم واخفف انه ما يصير فيه تشوه في المفصل، عشان ما يصير فيه ديفورميتي في تشوه في المفصل. تمام؟ بخفف الالم اكيد. The goals of joint protection، اول شيء reduce loading through vulnerable joints، بخفف اللود اللي موجود على المفاصل المعرضه للمرض او المفاصل المعرضه للألم والمشاكل. Help preserve integrity of the joint، كمان بحافظ على مكونات المفصل وأنسجة المفصل. Relieve joint pain during activity، بخفف الألم بالمفصل. Reduce local inflammation، بخفف الالتهاب أيضا الموجود في المفصل. فإذا كان في عندي مريض عنده ألم في المفصل أو التهاب في المفصل أو تمزق في الليجمنتس أو تآكل في المفصل أو نقصان سوائل في المفصل، ما عنده سينوفيال فلويد أو سينوفيال فلويد عنده قليل، تمام؟ أو عنده لود على المفصل أو عنده ديفورمتي تشوه في المفصل، لازم أعطيه النصائح التالية. أولاً respect pain as a signal to stop the activity، بحكي للمريض لما بتشعر بألم ارتاح. إذا أول قاعدة أساسية بحكيها للمريض لما بتشعر بألم ارتاح. تمام؟ وانت لما بتكون بتعطي activity للمريض والمريض صار عنده ألم ما بيقدر يتحمله، you have to stop the activity، لازم توقف ال activity. تمام؟ إذا respect pain as a signal to stop the activity، لما بعطي activity للمريض وصار عند المريض ألم غير محتمل بوقف ال activity. وإذا وبحكي للمريض لما بتكون بتعمل activity إذا شعرت في ألم غير محتمل يجب أنك توقف ال activity، لأنه الألم معناته في إشي غلط، في لود على المفصل. إحنا جماعة العلاج الوظيفي ما منحب المرضى يتألموا ومنحكي إنه مدام في ألم معناته في إشي غلط. جماعة العلاج الطبيعي يختلفوا عنا، جماعة العلاج الطبيعي عندهم فكر مختلف إنه مدام في ألم معناته المريض بيستفيد، مدام في ألم معناته إحنا شغالين مظبوط. طبعا هذا غلط يعني. تمام؟ maintain muscle strength and joint range of motion، دائما بحكي للمريض مش معناته انه ترتاح معناته انه ما تتحرك. نو لازم انك تتحرك، لازم تقوي العضلات ولازم انك تحرك المفصل. المفصل اذا انا خليته مرتاح على طول بصير فيه تكلسات. تمام؟ بصير فيه تكلسات بالمفصل وتكلسات في الأربطة، وايضا بصير في عندي ضعف في العضلات. مهم جدا إني أحرك المفصل ومهم جدا إني أقوي العضلات، لأنه إذا قويت العضلات قويت المفصل، لأنه العضلة محيطة بالمفصل. تمام؟ والليجمنت طالعة من العضلة، وين غارسة؟ غارسة بالمفصل.
فإذا العضلة كانت قوية المفصل بيكون قوي بيتحمل، تمام، بيخدم مع المريض عمر أطول، الألم بيكون في أخف. طيب use each joint in it is more stable and anatomical and functional plane. أوكي، إذا لازم إني كل joint إني أستخدمها أستخدم الجوينت بالغرض المخصص لها. يعني أنا مثلا يعني مثلا بدي أشي بدي أزيح شغلة، المفروض إني أزيحها بيدي، تمام، ما بستخدم مثلا رجلي حتى إني أزيح الأشياء، مفصل الحوض إني أزيح الأشياء لأني ممكن أعمل تمزق في الأربطة، فلازم أستخدم المفصل للوظيفة التي يعني وجد لها هذا المفصل، تمام. طيب الأصابع مثلا، الأصابع وجدت للكتابة، للحياكة، للخياطة، للفاين موتور سكيلز، ما بجوز إني أستخدم أصابعي حتى أعمل أشياء هيفي لأني ممكن أخرب مفاصل الأصابع، تمام، ويصير في عندي كاربال تانل سندروم ويصير في عندي مشاكل. avoid position of deformity and forces in their direction. الآن إذا كان في عندي شخص في عنده تشوه في المفاصل، أنا ما بستخدم المفصل بحيث إني أزيل التشوه، دائما بعطي حركات للمفصل، بستخدم المفصل بشكل معاكس لاتجاه التشوه، تمام؟ يعني مثلا هذا الإشي بزبط عندي، أو أكبر مثال عليه لما بيكون في عندي طفل عنده سيريبرال بالسي وبيكون في عنده مثلا تشوه في عنده سباستيسيتي أو تشوه في الريست جوينت، تمام؟ هلأ الطفل هذا ما بجوز إني يعني أخليه يعمل أكتيفيتي والريست جوينت موجودة في وضعية غلط، لازم أعدل وضعية الريست جوينت بعدين بخليه يعمل الأكتيفيتي. طيب السؤال بسأل نفسه، طيب كيف بدي أعدل وضعية الريست جوينت؟ ممكن أضع له جبائر، تمام، أربطة ممكن ألف عليها إشي، أحط عليها جبيرة، ألف عليها باندج، ألف عليها أي إشي بحيث إنه أحطها بوضعية صحيحة وبعدين بخلي المريض يعمل الأكتيفيتي. لأنه أنا إذا خليت المريض يعمل الأكتيفيتي والجوينت ديفورمد والجوينت فيو ديفورمتي، أنا بخرب المفصل بزيادة، بخرب المفصل بزيادة وبكون بضر المريض في الحقيقة وما بفيد المريض. وهاي الغلطة بيقعوا فيها الكثير من المعالجين الوظيفيين، بخلي المريض يعمل الأكتيفيتي وعلى الديفورمتي اللي موجودة، سواء كان بالأصابع أو في الريست جوينت أو حتى بالإلبو وممكن بالشولدر كمان، تمام؟ فانتبهوا بليز على هاي النقطة. Use the largest and strongest joint available for the job. أنا دائما بستخدم أكبر مفصل عندي حتى أني أقوم بالعمل. ليش؟ لأن المفصل الكبير بتحمل، تمام؟ فمثلا باجي بدي أشيل أشياء ثقيلة، بشيلها باستخدام مثلا shoulder joint، تمام، بنزل كلي علشان أشيلها، عشان أعتمد على knee joint والhip joint وما أعتمد على مفاصل فقرات الظهر لأنها ضعيفة، تمام. فبالعادة أنا يعني مثلا بدي أشيل أشياء وزن ثقيل، ما بشيلهم بإيدي، ممكن أحطهم بشنطة وأحطهم على كتفي، ممكن أوزعهم على بالشنطة وألبسهم على كتفي اليمين وكتفي اليسار، بالتالي أنا بكون استخدمت الكتف اليمين والكتف اليسار، تعتبر بيج جوينت إني أشيل شيء معين، ما اعتمدت إني أشيل بأصابعي لأنه الأصابع جوينت صغيرة يعني ما بتتحمل، وحتى لو تحملت مرة ومرتين وثلاث ومية بعدين يصير فيها مشاكل وبتبطل تتحمل. طيب ensure correct pattern of movement. دائما أنا لما بعطي activity لمريض لازم أتأكد إنه هذا المريض بيقوم بالactivity بالطريقة المضبوطة. يعني كيف؟ يعني أنا بدي أعمل elbow flexion extension، بتأكد إنه المريض بيعمل elbow flexion extension. أنا بدي أشتغل على ال rotation، بعمل بتأكد إنه المريض بيعمل rotation. هلا شو الغلطة العظمى اللي بقعوا فيها الثيرابيس؟ إنه بكون بدي أعمل مثلاً elbow flexion extension وباجي بعطي للمريض activity، تمام؟ بيكون وضعيتها بتحرك الشولدر وليس الإلبو، أنا بكون متوهم بفكر الإلبو اللي بتحركه في الحقيقة الشولدر، وأنا أصلاً التارجت عندي الإلبو، تمام؟ فهنا بتيجي إيش يا شباب؟ هنا بتيجي المشكلة، إنه هنا بتيجي إنه ليش لازم نتعلم أناتومي، تمام؟ عشان أنا لما بعطي أكتيفيتي للمريض
وبحلل النشاط اللي لازم يكون في المريض. لازم أتأكد إنه هذا المريض أنا بدي أخلي المريض يعمل elbow flexion extension، تمام؟ بدي أعمل تحليل للنشاط وأتأكد إنه اللي عماله بيتحرك الإلبو بالفلكشن إكستنشن، مش بكون غلطان بغلطة إنه ممكن يكون الريست جوينت اللي بيتحرك أو الشولدر جوينت اللي بيتحرك والإلبو ما بتحرك عند المريض بالباترن اللي أنا بدي إياه. عشان هيك بليز بيشور إنه يعني تنتبهوا على هاي النقاط اللي دائما الأغلاط بنشوفها بالعيادات بهذا الأسلوب. بيكون المريض عنده مشكلة بالإلبو، بتكون انت قاعد بتعطي اكتيفيتي بتمرن الشولدر أو الرست للأسف، تمام؟ avoid staying in a position for a longer period of time. القاعدة الذهبية بتحكي لا تخلي المريض يضله، أو الشخص الإنسان حتى مش المريض، أي إنسان عادي، لا تظلك على نفس الوضعية لفترة طويلة، لا تظلك جالس على نفس المكان لفترة طويلة، أو حتى نايم أو على جنبك. الفكرة بالموضوع لازم تظلك تغير البوزيشنز، لأنه إذا أنت جلست في نفس الوضعية for a long period of time بصير في إرهاق للمفاصل وإرهاق للعضلات. هذا وين بنشوفه؟ بنشوفه عند الناس اللي عندهم paralysis، عندهم شلل، سواء كان شلل نصفي هيمي أو كوادرا. هذول الناس ما بتحركوا، فإذا ظلهم على نفس الوضعية لفترة طويلة بصير في عندهم تقرحات، بصير في عندهم كسل في العضلات، بصير في عندهم تيبس في المفاصل، فلازم نظل نحركهم، تمام؟ والإنسان العادي أيضا لازم يظله يحرك نفسه، ما بصير يظل على نفس البوزيشن all the time. كثير تسمعوا عن مشاكل مثلا الدوالي بالرجلين اللي بسميها varicose veins أو varices. الفاريكوز veins أو الفاريسز أو حتى السبايدر veins كلها سببها أنه الإنسان بضل واقف فترة طويلة بدون ما يتحرك، أو بضل جالس فترة طويلة بدون ما يتحرك. الوقوف والجلوس فترة طويلة بدون حركة بيعمل لي فاريكوز veins وفاريسز، وبيعمل لي مشاكل في الركب ومشاكل آلام الظهر أيضا، تمام؟ فضروري جدا نتحرك وما نضلنا على نفس الوضعية لفترة طويلة. Avoid starting an activity that cannot be stopped immediately if it is proved to be beyond capability. هلا أنا لما بعطي activity للمريض لازم أتأكد أول شيء إنه هاي الactivity بيقدر المريض إنه يقوم فيها، وإذا كنت ما بعرف لازم يكون يعني إنه المريض بيقدر إنه ينهي هاي الactivity. يعني ما بحطه مثلاً على التريدميل وأنا مش عارف إذا المريض بتحمل برنامج للتريدميل هذا أو لا. لازم بالأول إني أفحص المريض بتحمل برنامج التريدميل هذا ولا لا، وإذا بدي أجربه يكون في عندي القدرة إني أوقف التريدميل مباشرة عشان ما أذي المريض. خلاص المريض بيحكي لك مش متحمل، you can stop it, I can do it, then you can stop it. فهاي هي الفكرة الرئيسية، إنه أنا ما بخلي المريض يعمل activity المريض ما بيقدر ينهيها أي وقت بده إياه، تمام؟ بالعيادة أو حتى في البيت أو أي مكان، أوكي؟ balance rest and activity. دائما لازم يكون في موازنة بين النشاط والاستراحة. يعني ممكن بخلي المريض يشتغل نص ساعة، يرتاح 5 دقائق 10 دقائق، يرجع يشتغل وهكذا. لازم يكون في استراحة دائما بين الactivity والactivity، تمام؟ طبعا سواء كان مريض أو إنسان طبيعي نفس الشيء، نفس القواعد هاي تنطبق على الأصحاء والمرضى. reduce the force. شو يعني يا شباب reduce the force؟ لا تحاول انك ترهق المفاصل والعضلات بالوزن، اوكي؟ لا تشيل وزن ثقيل اكثر من تحملكم، تمام؟ لانه هذا برهق المفصل، برهق العضلة، وبيعمل لي مشاكل ممكن تكون مشاكل دائمة عند المرضى، تمام؟ يعني خاصة عند ستات البيوت لما بيكونوا مثلا بيشتغلوا بيعملوا صيانة، بتلاقيها بتزيح طاولة، بتزيح اشي ثقيل، هي بالعادة مش رياضية، مش متعودة انها تزيح هاي الاشياء. بصير في عندها تمزق عضلي مثلا بالترابيزيوس او بالماستويد او باللور باك موسلز، واحيانا بيكون هذا التمزق العضلي دائم، بصير في فايبروسيس، بصير في عندها ألم بالعضلة مستمر ما بيروح، حتى ممكن يصير permanent، تمام؟ حتى العلاج الطبيعي ما رح ينفع معها. فلازم نعطي هاي النصائح لمرضانا قبل ما يقعوا في الخطأ، والأهم من هذا وذاك لازم إحنا نطبقها أول عشان لما نعطيها للمرضى نكون مقتنعين فيها ونقدر نقنعهم فيها.
تمام. فهذا بالنسبة لموضوع الـ joint protection كثير مهم نتكلم عنه بعد ما يعني نخلص الـ range of motion وموضوع الـ type of joints. أوكي تمام، خليني أوقف التسجيل عشان نتكلم عن الـ muscle flexibility.